فالقرآن في آخر الزمان يرفع من الأرض. ولذلك يا عبد الله عليك بالقرآن، احفظه وحافظ عليه، أكثر من قراءته، فإنه لا يليق القرآن إلا بالأخيار، لا يليق القرآن إلا بالأخيار. ولذلك إذا ذهب الأخيار رفع القرآن. إذا أردت أن تكون من الأخيار فأدم قراءة القرآن، يرق قلبك ويقوى إيمانك وتعان على شيطانك. فأكثر، ونحن الآن نقبل على شهر القرآن، على شهر رمضان، علينا يا إخوة أن نضع لأنفسنا كما يقولون برنامجا، لأنه من عادتنا في السنوات الماضية أنه إذا بدأ الشهر بدأنا نشيطين. أول ما نبدأ الصيام نقبل على قراءة القرآن، ثم بعد يومين بعد ثلاثة نكسل، ثم ربما انقضى الشهر ما ختمنا القرآن، بل بعضنا ربما مر العام من رمضان الماضي إلى اليوم ما ختم القرآن. ولذلك علينا أن نضع كل بحسب قدرته. أختم القرآن في ثلاثة أيام، أختم القرآن في يوم، أختم القرآن في سبعة أيام، تضع لك بحيث تلتزم بهذا وتقرأ القرآن. فالقرآن لا يليق إلا بالأخيار.